إذا سألت الله عز وجل باسم فتفكر في معنى هذا الاسم، وهذا معنى ذكر القلب، أن تتفكر في معنى هذا الاسم. عندما سمى الله عز وجل نفسه باسم العفو، معنى العفو قيل الذي لا يعذب على الذنب، فيعفو عن أثره، أي يمحو الأثر المترتب على الذنب. فحينئذ إذا أذنب العبد ذنبا لم يعذبه الله عز وجل عليه. وإن من عذاب الله عز وجل على الذنب العذاب في الدنيا، فإن أقواما تعجل لهم عقوبتهم في الدنيا ربما رحمة من الله عز وجل لكي لا يعذبوا في الآخرة. وإن من عذاب الذنب الذي يعفوه الله عز وجل مناقشة الحساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد هلك. إذن العذاب ليس مجرد النار وهو أشد العذاب، وإنما للذنب شؤما، حتى إن الصالحين من أهل العلم والزهاد الورع لا يعلمون أثر شؤم المعصية في دابة المرء وزوجه. قال بعض السلف إني لأذنب الذنب فأرى شؤمه في سوء خلق زوجتي وفي تغير دابتي علي. أولئك أقوام قلت ذنوبهم فعرفوها، ونحن أقوام كثرت ذنوبنا فلم نستطع أن نعد كبائرها ناهيك عن عدها جميعها. إذن الذنب له شؤم، وأنت إذا قلت يا عفو تذكر أن الله يعفو عن جميع أثر الذنوب فلا يعاقب عليه ولا يأتي بشؤم من شؤمه، وهذا من عفوه سبحانه وتعالى. وقيل إن معنى العفو الذي يعفو الذنب كله، كما تعفو الريح أثر المسير، فلا يبقى في صحائف التي كتبت فيها حسنات وسيئات العبد يكتب فيها شيء من ذنبه، وذلك فضل عظيم. ولذا فإن من الذين يدخلون الجنة 70,000 يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. الذين يحاسبون نوعان، الكفار يناقشون حسابهم، وذاك من أشد العذاب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد هلك. وأما المؤمنون والمسلمون فإنهم لا يناقشون، وإنما يقررون فعلت ولا يناقش لما، والأمر في كلا الأمرين يدل على بقاء الذنب وأنه محسوب عليه يوم القيامة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولكن الله عز وجل يمحو ذنوبا لآخرين، يمحوها فلا يبقى لها أثر، وذلك عفو الله عز وجل. ولذا جاء في الأثر أن رجلا رأى سيئاته أو يرى سيئاته يوم القيامة عظيمة كبيرة كأمثال جبال تهامة، ومن رأى جبال تهامة عجب من عظم شأنها. انظر إلى وسط الجبال في تهامة، وانظر إلى جبالها وعظمها وطولها، ترى أمرا عجيبا، فيراها كأمثال جبال تهامة، فيقال له هذه سيئاتك قلبت لك حسنات يوم القيامة، وذلك عفو الله عز وجل.